عاجل، مواطن يفاجئ الرئيس السيسي برأيه والرئيس السيسي ده عيب. وعاجل تفاصيل ظهور شبيه للقذافي في مصر، وتصريح ناري من الرئيس السيسي لكل الشعب المصري، وخبر سار، وبيان عاجل من الدولة بخصوص انتشار حمى الوادي المتصدع، ومفاجأة. هل الرئيس السيسي أهلاوي أم زملكاوي؟ ننشر لكم التفاصيل بعد توجيه له السؤال. وعاجل وخطير، أمريكا تتحرك وطالبان تقترب من كابول. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بالتفاصيل. أول خبر معانا، وعاجل، مواطن يفاجئ الرئيس السيسي برأيه والرئيس السيسي ده عيب. حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت فعالية حوار مع الأسرة المصرية، واستمع إلى الأسئلة المواطنين واستفساراتهم في حفل إفطار خلال افتتاحه مشروعات سكنية. وأشاد رجل مصري من الحاضرين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر، خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات. وفاجأ الرئيس قائلا: كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا الأهالينا 2، وبلكونة شقتي أحسن من عزبة الهجانة كلها. الرئيس السيسي رد عليه وقال له: لا عيب كده، انت هتعمل لنا مشكلة كبيرة كده. يعني الراجل المصري يعني البسيط بيقول للرئيس السيسي ان بلكونة شقته، اللي هو يعني خلاص قعد في خد شقة في اهالينا 2، فالبلكونة بتاعت الشقة بيقول انها بعزبة الهجانة كلها، في اشارة ليه لمقارنة مثلا يعني ما بين البلكونة بتاعت شقته وما بين عزبة الهجانة كلها. فطبعا الرئيس السيسي رد عليه وقال له: لا عيب كده، انت هتعمل لنا مشكلة كبيرة. طبعا يعني هو الراجل على نياته، او زي ما تقوله يعني بيتكلم بعفوية شوية، ولكن هو ملاحظش ان هو بيعمل فرق، وممكن في ناس لسه قاعدين في العشوائيات لحد الان ممكن يعني يزعلوا من كلمة زي دي. ولكن ان شاء الله كل الناس اللي قاعدة في العشوائيات رئيس السيسي هينقلهم لمشاريع بديلة للعشوائيات بإذن الله، مشاريع إسكان. والراجل تابع وقال: الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى، والرئيس السيسي أب لينا جميع. وأضاف: أنا بحبك يا رئيس، ودايما حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني. وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم 63 عمارة بإجمالي 1512 شقة. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لتصريح ناري من الرئيس السيسي لكل الشعب المصري، وخبر صار جدا. واعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حل أزمة القانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يمكن في العمل على تكثيف العرض مقابل الطلب. وفي كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بمدينة بدر وافتتاح المشروعات زي ما ذكرنا، رئيس السيسي قال إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثل في العمل على تكثيف المعروض. أضاف: هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق. وتابع: إن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم. وقال: في شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيه وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضا أن يستمتع بقيمتها. وتابع: أي حد عاوز شقة نقدر نوفر له، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا علشان نحسن من الواقع بعض الشيء. مصدر معانا كم مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا قانون الإيجار القديم عامل أزمة ومشكلة لبعض الناس، لان في فعلا ناس قاعدين في شقق في وسط البلد بايجار 20 جنيه في الشهر، وهي الشقه دي مثلا تقدر ب 5 ل 6 مليون جنيه. فطبعا يعني هيبقى شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من حاجات زي دي. ولما الرئيس السيسي يعني يقوم بافتتاح عدد من المشروعات السكنيه ويخلي الايجار الشهري 700 جنيه، هيبقى مقارب
للإيجار القديم، ولكن بالعكس أنت كمان هتكون قاعد في ملكك. أنت خلاص يعني دفعت مقدم اللي هو ما يقارب 15,000 جنيه، وبتدفع شهريا في حدود 700 جنيه، فأنت بتدفع قسط لحاجة ملكك بدل ما حاجة أنت قاعد فيها إيجار قديم، وممكن ابنك أو مثلا حفيدك يبقى مهدد إنه يعني ينطرد من شقة الإيجار القديم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل ظهور شبيه للقذافي في مصر. أثناء التجول بين شوارع الأقصر المصرية والانتقال بين مقاهيها، يمكنك أن تصادف شبيه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقذافي ابن الأقصر سهري عبد الظاهر محمود البالغ 60 عاما، ويعمل بمطار الأقصر الدولي، ويحمل وجه الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يظنون أنه قذافي ويحرصون على التقاط الصور التذكارية معه. ويرتدي الجلباب الصعيدي، والفارق الوحيد بينه وبين قذافي هو لون البشرة. وبسبب الشبه الكبير بالرئيس الليبي تعرض سهري للكثير من المواقف، بعضها يمكن وصفها بالمرحة وأخرى كادت أن تتسبب في مشكلات له. فأثناء تأديه فريضة الحج بالسعودية تم إيقافه من جانب الأجهزة الأمنية السعودية، ولكن بمراجعة أوراقه الرسمية تم التأكد من هويته وسمح له بمواصلة أداء المناسك. وشبيه القذافي لم يتوجه للسينما، ويجسد شخصية القذافي مثلما حدث مع كثيرا ممن يشبهون الحكام والرؤساء، فهو يكتفي بحياته الهادئة وعمله الذي يجلب له ما يكفي لإعالة أسرته. مصدر معنا كم من مواقع التواصل الاجتماعي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الدولة بخصوص انتشار حمى الوادي المتصدع. متحدث باسم وزارة الزراعة في مصر محمد القرش نفى الأخبار المنشورة عن انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية، قائلا إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن مصر خالية تماما من هذا المرض. من جهته علق عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على حملات التحصين، قائلا إن الهيئة تقوم بالتحصين ضد الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع من خلال 3 حملات قومية على مدار العام، بالإضافة إلى التحصين حول البؤر المرضية في حالة ظهورها، والتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام مرة كل 9 أشهر، كما يتم الإعداد المسبق لهذه الحملات قبل البدء فيها من خلال تزويد الوحدات البيطرية بجرعات اللقاحات والأدوات اللازمة وفقا لتعداد الحيوانات بنطاق كل وحدة لإتمام عملية التحصين. وأوضح محمود خلال تصريحات لصدى البلد أن الهيئة تقوم بمتابعة لجان التحصين على مستوى الجمهورية أثناء الحملة من خلال لجان مركزية من الإدارة المركزية للطب الوقائي، وذلك لضبط العمل ورفع الكفاءة وتذليل المعوقات التي تواجه اللجان لضمان وصول الخدمة للمربي. كما يتم عقد اجتماع أسبوعي مع مديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات أثناء الحملة باستخدام تطبيق زوم لمتابعة أعمال التحصين وتسهيل العقبات التي تقف عائق أمام استكمال نسب التغطية التحصينية. موقع صدى البلد نشر أهم المعلومات عن حمى الوادي المتصدع، حيث أفاد من الأمراض العابرة للحدود، مؤكدا أنه لا يصيب الإنسان بل يصيب الماشية فقط عن طريق ظهور بعض البقع على الحيوان المصاب. موقع المصري ذكر أن الحمى تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الماشية، كما قالت أنه يؤدي لانفصال شبكية العين والتهاب الكبد، بالإضافة إلى النزيف وتضخم الطحال وإجهاض للحوامل، وقد يصل إلى حد إصابة الماشية بالعمى. مصدر معانا كان من موقع صدى البلد المصرية. إن شاء الله نتمنى الخير، ويعني ربنا يبعد عنا هذا المرض وعن يعني الماشية الخاصة بمصر وبجميع طبعا الدول إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر أخير معانا ومهم بخصوص أمريكا وطالبان. أمريكا تتحرك وطالبان تقترب من كابول. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على إرسال 5,000 جندي لأفغانستان، وذلك لتأمين انسحاب الأمريكيين من ذلك البلد،
في ظل تقدم متسارع لحركة طالبان واقترابها من السيطرة على العاصمة كابول. وقال بايدن إنه أبلغ ممثلي طالبان في الدوحة أن أي عمل يضع مهمة أو أفراد الولايات المتحدة في خطر سيواجه من القوات الأمريكية، وحذر بايدن طالبان من رد عسكري سريع وقوي إذا هاجمت الحركة المتطرفة المصالح الأمريكية. الرئيس بايدن أوضح أنه أمر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات بالمحافظة على القدرات واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان. وباتت حركة طالبان على مشارف العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرتها على 24 من أصل الولايات الأفغانية 34، يعني فضل لهم يعني 10 ولايات من أفغانستان ويقوم بالسيطرة الكاملة على هذه البلد. وكان متحدث باسم حركة طالبان أعلن السيطرة على مدينة تشرنة مركز ولاية باكتيكا شرق أفغانستان وكافة المرافق الحكومية فيها. نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مسؤول أفغاني قوله إن طالبان استولت على مدينة مزار شريف الشمالية وإن القوات الحكومية فرت باتجاه الحدود مع أوزبكستان. وقال أفضل حديث رئيس مجلس محافظة بلخ إن طالبان سيطرت على مزار شريف، وضح إن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. أشار إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي. أكد النائب الأفغاني أن ولاية داكانيدي الواقعة وسط أفغانستان استسلمت لحركة طالبان دون قتال. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل لخبر سريع معانا في لبنان وارتفاع عدد المصابين في انفجار صهاريج الوقود بلبنان ل 79 شخصا. ارتفع عدد المصابين في انفجار بخزان وقود بمنطقة عقار شمال لبنان ل 79 شخصا، كما قتل 20 شخصا، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين جارية. وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران المشتعلة بكثافة. وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. ربنا يحفظ يا رب لبنان ويحفظ العراق ويحفظ سوريا ويحفظ كل الدول العربية إن شاء الله من المخططات التي تنفذ الآن لإضعاف هذه الدول من الداخل. ربنا إن شاء الله يرحمنا برحمته، وربنا يعني ينجي هذه البلدان ويحفظ مصر وشعبها العظيم. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير، ومعنا برضو أبانوب خلفاوي يعني مسؤول عن المونتاج واللي بيتعب معنا جدا، تحية طيبة ليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.